كما أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي يترأس القمة أن الدول العربية تواجه العديد من التحديات وأبرزها الإرهاب والتطرف والقضية الفلسطينية ومحاولات التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، إضافة للتحديات التي تفرضها الأزمة السورية. كما شدد العاهل الأردني على ضرورة دعم كل الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار والأمن في ليبيا واليمن. تستمر إسرائيل في توسيع الاستيطان وفي العمل على تقويض فرص تحقيق السلام. ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. القضية المركزية في الشرق الأوسط لابد لنا أن نأخذ زمام المبادرة لوضع حلول تاريخية لتحديات متجذرة مما يجنبنا التدخلات الخارجية في شؤوننا. والخطوة الأولى لترجمة ذلك هي التوافق على أهدافنا ومصالحنا الأساسية، بدلا من أن نلتقي كل عام ونكرر مواقف نعلم جيدا أنها لن تترجم في سياساتنا. إن تحدياتنا مشتركة، فلا بد أن تكون حلولنا مشتركة أيضا. فلتكن هذه القمة محطة جديدة في العمل العربي المشترك.